كريم بقى خلينا نبدا معاك. تمام، نروح بقى لتشكيل نادي بيراميدز، وعايز الفت نقطه مهمه جدا كابتن اسلام، نقطه فنيه. المدير الفني نادي بيراميدز حاليا هو جيمي باتشيكو، كان له يعني فتره مع نادي الزمالك، وطبعا خد اكيد المباراه الشهيره هي مباراه نهائي القرن اللي النادي الاهلي كسبها لما كان بيتسو موسيماني مدير فني. عايزين بس لو ممكن نبدا بالتشكيل المتوقع نادي بيراميدز، عشان عايزين نتكلم على حته مهمه جدا. طبعا جيمي باتشيكو يعني اكيد هزيمته في نهائي القرن اكيد هزيمه مؤلمه لاي مدير فني طبعا، وما بتتنساش طبعا من الناحيه الفنيه مش من الناحيه الجماهيريه، هي من الناحيه الفنيه. يعني جيمي باتشيكو فاكر والمباراه دي كويس قوي، وعارف ان هو عمل فيها مشاكل ويعني وكل ظروفها عمرها ما بتتلغي من دماغه طول حياته، طيب عمره ما ينساها. طيب نادي بيراميدز عنده غيابين مهمين جدا، غياب علي جبر مصطفى الدفاع ومصطفى فتحي. وانا بقول لكم خبر لسه يعني كان من شويه، احد مسؤولين نادي بيراميدز تحدث مع موقع يلا كوره وقال ان موقف رمضان صبحي من المباراه سيتحدد بكره الصبح. ده تصريح رسمي هتلاقوه دلوقتي نازل على يلا كوره. ليه بقى؟ ليه؟ ان هو عنده اصابه وبسببها ما شاركش في ماتش المقاولين الاخير. اوكي. وموقف رمضان صبحي هيتاكد بكره الصبح، وان كان طبعا بنسبه كبيره هيشارك. طبعا. جيمي باتشيكو في وجهه نظري يا كابتن اسلام في الفترات الاخيره بيلعب بعبد الله السعيد بلاي ميكر، وبيلعب بطريقه اقرب. بس خلي بالك هم نزلوا قائمه، هو موجود. موجود. اوكي. طيب انا بتكلم عن مشاركته اساسيه. اوكي. هو كده هيبقى موجود على الدكه اذا ما شاركش كاساسي. طيب انا في وجهه نظري جيمي باتشيكو اول حاجه بيفكر فيها مين هيعوض مصطفى فتحي. اوكي. ممكن غياب مصطفى فتحي يديله المبرر ان هو يروح للطريقه اللي انا متوقع انه هيلعب بيها، وهي انه يحط ثلاثه في نص الملعب، يلعب باربعه ثلاثه ثلاثه، ويحط رمضان وعبد الله تحت المهاجم الصريح، وبالتالي هنا هيغير من بعض ادوار عبد الله السعيد بان هو مش طبعا عبد الله ولا سنه ولا قدراته في الوقت الحالي تسمح له انه يلعب وينج على الخط، ده مستحيل. دي صعبه جدا. مستحيل. لازم هيلعب جوه الملعب، فبالتالي هنا ساعتها هيلعب بطريقه اقرب الى 4 3 2 1، وهيخلي رمضان وعبد الله يضمه، وعبد الله هو اللي يلعب داخل الملعب، وساعتها رمضان هيضطر يخرج لبره الملعب عشان يعمل الدور الدفاعي. فانا في وجهه نظري التشكيل اللي ظهر على الشاشه منذ قليل نادي بيراميدز هو الاقرب لجيمي باتشيكو، كمان عشان ايه؟ عشان يعوض بيه بعض المشاكل اللي واجهته في نهائي القرن ضمن الاهلي. خط الوسط بتاع النادي الاهلي لما مسك المباراه منه في الشوط الثاني على وجه التحديد هي دي اكبر كانت ازمه عنده، فهو دايما هيحاول ان هو. طيب حطوا لنا تشكيله يا شباب مره ثانيه للبيراميدز من وجهه نظرك. اعتقد ثابت برضه هيتفق معايا في الحته دي، ان بيراميدز ربما يلعبنا بثلاثه في خط الوسط، ممكن برضه نستعرض تشكيل بس عشان نقولهم عشان الوقت بيجري. طبعا احمد الشناوي لا خلاف عليه في حراسه المرمى، اكيد ثنائيه اسامه جلال واحمد سامي لا بديل عنها في غياب علي جبر، محمد الشيبي اللاعب المغربي المتالق معاهم في الباك اليمين، محمد حمدي باك شمال، ثلاثه بقى في خط الوسط دلوقتي توريه ووليد الكارت طبعا واحمد توفيق وعبد الله سعيد رمضان صبحي، واعتقد هيلعب ابراهيم عادل في وولف ناين او مهاجم واحد.